النهارده بتشهد حاله المرور كثافات مروريه في عده مناطق، بحيث ظهرت كثافات مروريه بسبب كسر ماسوره ميه بمحور صلاح سالم اتجاه نفق العروبه، وتم اختار شركه ستارف للدفع بالسيارات لشفط المياه، فيما تتمركز الخدمات المروريه بالمكان للعمل على تنظيم حركه المرور. وفي نفس الاطار اغلقت الاداره العامه للمرور برئاسه اللواء عصمت الاشقر مساعد الوزير للمرور اغلقت طريق الكريمات الصحراوي من بوابة الرسوم حتى مدينة البيضية بحدود مدينة بني سويف وطريق اسكندرية الصحراوي، وده بسبب ظهور شبورة كثيفة وانعدام الرؤية، وكمان قامت الإدارة العامة للمرور بتفويج السيارات الراغبة في السفر. طيب معنا على التليفون سيادة الرائد محمد الشربيني مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أهلا بك سيادة الرائد. اهلا وسهلا بحضرتك وفندم وجميع الساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم. يعني تطمينات كده مبدئيا كده حوالين ماسوره المايه اللي كانت مكسوره وكانت ربما معطله الطريق. فطبعا زي ما حضرتك اتفضلت توقعنا الاداره العامه لمرور القاهره تلقت اخبار الفتره الصباحيه بكسر ماسوره مايه في منطقه صلاح سالم خلف الجهاز المركزي للمحاسبات، ولكن كسر المايه كان مؤثر على صلاح سالم بشكل كبير جدا وخاصه في القادم من اسفل حفر الكوبر اتجاه نفع العروبه. الحمد لله تم الانتهاء من غلق مصدر المياه وشحط كمية المياه الموجودة وعادة حركة المرور بطبيعتها في مناطق صلاح سالم، فطبعا كان نتج عنها أحكام مرور مرتفعة. الحمد لله دلوقتي الحالة بدأت تعود لطبيعتها بشكل كبير جدا في مناطق صلاح سالم، وممكن استخدام مرور في اتجاهين ما فيهوش أي مشكلة عليه الأحكام المعتادة في فترة الظهيرة. ايضا بالنسبه ل في كسر اخر لماسوره مياه على طريق السويس في منطقه امام المقابر المتجه تقريبا في كيلو 30 اتجاه السويس، ايضا بتجميع بسيط للمياه ما زال حتى الان بيتم تجاهل وصول سيارات الشخص كان انتهاء من نفس المكان ايضا واصلاح الماسوره اللي موجوده. الحمد لله حتى الان غير مؤثر للمتجهين لمناطق السويس، ما عندناش اي تحويل للطريق او اي مشكله فيه، وفقط تهدئه في منطقه الكسر وبيتم المتابعه لحين الانتهاء. بالنسبه لي طبعا زي ما حضرتك تفضلت بالنسبه للشبوره الصباحيه